حياتنا عامة مليانة بالأحداث، وكل يوم بيبقى أسرع من اليوم اللي قبله. يا سلام بقى لو أنت أب أو أم وحياتكم فيها الشغل والبيت والنادي والتمارين والحاجات دي كلها، ده بيخلي اليوم مفهوش ثانية واحدة لنفسك، فما بالك بقى أنك تقف أو تقفي في المطبخ وتقعدي تجهزي في أكل صحي ليكي في خلال اليوم لو أنت في الشغل أو ليك وأنت في الشغل مثلا تاكل منه. فبنروح للخيارات الأسهل والسريعة واللي هي الجونك فود اللي كلنا بنحبها، مش هنقول لأ، من البرجر للشوكولاتة للشيبسي للبيتزا، كلنا بنحب الأكلات دي، سريعة وسهلة وما بتاخدش منك كتير. بنفضل سايبين نفسنا لغاية آخر لحظة، لغاية ما بنجوع ونبتدي ساعتها نشوف أقرب دليفري إيه هو ونطلب الأكل اللي احنا عايزينه. يمكن ده من الحاجات اللي كان بيكلمنا دايما عليها خبراء التغذية لما بينورونا هنا في الاستوديو، بيكلمونا إنه دايما ما ينفعش نسيب نفسنا لغاية آخر وقت لغاية ما نجوع، لأن ده طبعا هيخلي جسمنا عايز أكل بسرعة جدا وبناكل أي حاجة قدامنا بكميات مهولة. الأكل ده طبعا زي ما احنا عارفين ويعني كلنا عارفين المعلومة دي، إنه ما فيهوش أي نوع من أنواع الفوائد الغذائية، ولا فيه فيتامينات ولا معادن ولا أي حاجة، بالعكس يمكن مليان ومشبع بالدهون لأنه أكل مصنع، فبالتالي بيسبب لينا أمراض كتيرة جدا زي السمنة والسكر والضغط وغيره وغيره وغيره، وبناخد وقت كبير قوي على ما بنبتدي يعني نتخلص من أعراض الأكل أو الجانك فود ده، لأنه زيه زي الإدمان. عملوا دراسة كده في الستينات ولقوا إن أعراض انسحاب الأكل الجانك فود ده لو أنت حابب تعمل دايت زيها زي أعراض الإدمان شوية. طيب عملوا دراسة تانية ليه الناس بتلجأ للأكل السريع ده، فأرقام كبيرة قوي بقى، 92% قالوا خيار سريع، 80% منهم قالوا مثلا أطعمة سهل الوصول ليها، ناس قالت طعمها حلو ولذيذ، وناس تانية قالت خيار سهل بسبب الانشغال. احنا النهاردة حبينا نعرف منكم، يعني واحنا عارفين كل ده، يعني عارفين ان هو يمكن اكل مش صحي واكل بيسبب لنا امراض، لكن برضو بنروح له وبرضو بنحبه. فده سؤال حلقتنا النهارده الموجود على منصتنا على تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، ليه بنحب الجانك فود رغم مشاكله الصحيه؟ وعايزين نعرف تجاربكم بقى انتم ايه، احكوا لنا واكتبوا لنا على الفيسبوك او انستغرام الكومنتس بتاعتكم، احنا هنقراها ونستعرضها خلال الحلقه. لكن خلوني اروح لزميلي شاذلي واعرف منه ليه بيحب الجانك فود رغم انه عارف، او لو هو اصلا بياكل جانك فود. دي نقطه مهمه. انا مظبوط، انا ماليش في الجانك فود خالص، عشان من وانا صغير ما كناش متعودين عليه خالص، وكان في نظام كده في البيت ان انا هاكل في البيت بس، يعني حتى لو هاكل حاجه من الحاجات دي بتبقى مره كل 3 شهور وممكن كمان من وراهم، يعني ممكن كمان ما يعرفوش. فالفكره ان انا اتربيت على كده، ان انا مش متعود على الاكل بتاع الشارع ده، مش متعود على الجانك فود، لانه زي ما كانت بسنت بتقول ليه اضرار كبيره جدا احنا ما كناش فاهمينها واحنا صغيرين. بالمناسبه كمان الشركات بتاعه الاكل اللي بالشكل ده بيعملوا اعلانات مغريه، بيستعينوا بحسب ما اعرف بخبراء في علم النفس للتاثير على سلوك الاطفال، بيعملوا اعلانات يستعينوا بشخصيه مشهوره يعملوا اعلانات بشكل معين، طبعا شكل الساندوتش بيبقى شهي وشكله حلو، بيحطوا العاب مع الساندوتش، فالحاجات دي بتجذب الاطفال ان هم يشتروا هذه المأكولات. لكن تاثيرها الصحي حتى لو ما كانش على المدى القصير فهو على المدى البعيد تاثير صعب جدا. يعني كانت بسنت دلوقتي بتتكلم عن السكر وعن الضغط وامراض القلب والسمنه والبدانه وحاجات كتير قوي، وبما ان هي كانت بتتكلم عن الدراسات ففي ايضا دراسه اتعملت وقالت ان في 177 مليون طفل حول العالم بيصابوا بالبدانه نتيجه تناول الجانك فود. فاحنا طبعا هنا عاملين رئيس عامل مبادره ل طبعا الكشف عن الامراض بالنسبه للاطفال، السمنه والبدانه والتقزم وخلافه، فبالتالي حاجه زي دي يا بسنت بتزود عند الاطفال البدانه. بنشوف طفل صغير مش قادر يتحرك لانه اتعود، انا بتكلم طبعا على السبب في ده الجانك فود، لانه اتعود على الوجبات السريعه. صحيح ان هي سهله وصحيح ان هي الاقرب وصحيح حاجات كتير قوي، لكن في النهايه انا اعرف ناس بيروحوا الشغل وبيقعدوا برضه بالساعات وبياخدوا اكل معاهم من البيت. فلو انت متيسر بالنسبه لك انك تعمل كده خد اكل معاك من البيت ايا كان الاكل ده، حتى لو كان اكل يعني ايه تصبيره كده زي ما بنقول لحد ما ترجع البيت وتاكل ساندوتش صغير، لكن ما تضرش نفسك، ما تضرش صحتك، ما تضرش قولونك كمان، اللي شعب مصر كله عنده قولون عصبي. صح.
انا عجبني قوي اللي انت بتقوله عن الاطفال ان هم دايما مبقاش قادرين يتحركوا، عندهم خمول على طول، دايخين قاعد على طول. ده طبعا بسبب انه الاكل ده فعلا ما فيهوش اي نوع من انواع الغذاء الصحي تماما، فبيبقى الطفل ده ما فيش يعني الاكل كاتم على نفسه ومش قادر ان هو ولا يتنفس ولا يقوم ولا يلعب رياضه ولا يمارس حياته الطبيعيه كطفل. مظبوط. كمان زائد على ده ان هي بتعمل بركان من الفوضى داخل الجسم، انت مبتبقاش قادر تتحكم في اي حاجه والدنيا بايظه عندك تماما في جسمك، وبتصاب بامراض وامراض صعبه كمان. المساله مش مساله انت بتتعب شويه فبتاخد حبايه مطهر او حاجه للمعده وخلاص، لا ده انت بتصاب بمرض بسبب الجنك فود بسبب ده. في ناس كتيره بتستسهل، المشكله بقى هنا الناس اللي بتستسهل في تربيه ولادهم. لو السيده عندها وقت ان هي تعمل لاولادها اكل باليومين ثلاثة حتى زي ما كنا بنتكلم وتحفظه في الثلاجة ممكن تعمل كده، لكن ما تعتمدش بشكل مستمر على الأكل بشكل ده زي الجانك فود وخلافه، لأنه ليه تأثير كبير جدا على الأطفال. ممكن لو رايحين النادي زي ما كنت بتتكلمي ساندوتش جبنة كبريك، هو كمان الأطفال بيقعدوا فعلا يزنوا أنه عايزين مثلا الناجتس اللانشون الحاجات اللي هي اللي فيها مكملات او اسمها مكملات الطعام تقريبا حاجه كده، او مكملات الطعام ده هو ده الطعام مش عارفه، لا ليها اسم كده انه طعمها بيبقى يعني بيشبع اكتر او ألذ بكتير. ف الاطفال بيبقوا عايزين الاكل ده جدا وبيبتدوا يزنوا على الاهل برده فبيستسلموا في الاخر، لانه زي ما قلنا في الاول اليوم بيبقى طويل وعايزين يخلصوا يعني. فده طبعا من الحاجات اللي فعلا مش احسن حاجه خالص، لانه في الاخر هنبقى احنا بنسد حاجه الطفل ده من حته معينه، لكن هيبتدي بقى في وقت تاني يبقى يعاني طبعا. يعاني طبعا بسبب امراض السمنه حتى. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا وعلى منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا، في انتظار اجابات حضراتكم وتفاعلاتكم. وبنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.